ريبورتاج بأحدى القنوات الفضائية التونسية المحترمة. أنا ما بحب إلا أغني أنا وأنتم. فهن عم بيعترضوا إنه في بعض الفنانين بتعطي الميكروفون هيك. أنا قلت لهم بحب المايك هيك. فأنا اليوم لازم يفهموا إنه لا زال وما زال ولن تتغير الشعب التونسي ولن يتغير الصغير والكبير. ربي يحفظكم سميعا بتريح الفنان على المسرح. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. Thank you.